تم تنظيم اليوم مبادرة للتبرع بالدم من طرف جمعية لمسة خير وبتنسيق مع جمعية نقاء بمركز تحقن الدم هنا بمدينة طنجة. فمن المستفيد من هذا الدم وما هي أهداف هذه الحملات؟ ابقوا معنا لمعرفة التفاصيل. محمد معاذ الروحي مدير المركز الجهوي لتحقن الدم. اليوم كنعيشوا واحد البادره من طرف جمعيتين من المجتمع المدني في طنجه كيقوموا بتنظيم حمله لجمع التبرعات بالدم في داخل المركز الجهوي لتحقن الدم طنجه، ونحن كمؤسسه عموميه نستحسن هذه البادره هذه وكنزيدوا نطلبوها، نطالب بها المجتمع المدني، لان المؤسسات العموميه في حاجه ماسه لهذه الماده الحيويه، وبوحدها ما تقدر تعمل والو الا بمساعده من طرف المؤطرين ديال المجتمع المدني. وما نساوش بان احنا بلا بهم ما كنقدروا نعملوا حتى شي حاجه، ولو ان كنعملوا غير القليل، لان كمؤسسه كنبقاو نتسناو العرض يجي لعندنا. ما نساوش طنجه حاليا كتعيش واحد النمو ديموغرافي طالع شويش، ومعاه نمو ديال المؤسسات الاستشفائية الخاصة والعمومية. لهذا كنطالبوا تكثيف الجهود من طرف جمعيات المجتمع المدني من أجل تحصيل هذه المادة هذه من المواطنين والرفع من المخزون الدموي ديال المدينة. وكذلك على صعيد جميع أقاليم المملكة، المواطنين اللي قدروا يشوفوا هاد الرسالة هذه اللي كنوجهها لجميع المواطنين، راه الأقاليم كلها محتاجة الدم. المؤسسات ديال الجمع ديال المراكز الجهوية لتحقن الدم لا تستطيع تلبية الطلبات ديال الدم بكاملها. لهذا المواطنين خصهم يعملوا هذه البادرة، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. الله يجازيكم بخير. الحمد لله في طنجة الإقبال كاين، ولكن بالرغم من ذلك نظرا للطاقة الاستيعابية المحدودة ونظرا للطلب المتزايد في مدينة عندنا، خصنا أكثر. خصنا أولا الإطار البنيوي يكون أحسن من هذا، ما كرهناش شي مركز آخر اللي يكون يليق بمدينة طنجة الكبرى، والمواطنين ينصبوا على هذه البادره هذه اللي حنايا كمركز جهوي ما كنوقفوها لا داخل المركز ولا خارج المركز. اليوم بالضبط راه عندنا حمله في المجلس العلمي، وكنباشروا حملات متنقله على جميع الاصعده، لا مع المجتمع المدني، جمعيات هادو تبارك الله عليهم مره كيجيو لعندنا مره كنمشيو لعندهم، وكنحاولوا حنايا ناطروا المواطنين لاجل التبرع بالدم. والمواطن كيتردد، كل واحد عنده اسبابه الخاصه، كل واحد عنده اسبابه الخاصه. كاين اللي كيقول لك كيبيعوا يشريوا فيه، كاين اللي كيقول لك غادي نلصق لي المرض، كاين اللي كيقول كل واحد شنو كيقول. انا اللي نقدر نضمن له هو ان البيع والشراء في الدم ما كاينش، وثانيا انت كتعمل واحد الاجر لله، بحال حنا نقدروا نسميوها كصدقه جاريه. انت ما كتعرفش لمن غادي تعتق، ديك الدم كتسيبه لله والكمال على الله. حاجه اخرى، الدم حتى إذا كانت المؤسسة العمومية تستخلصه واحد الثمن معين اللي خارج هو في بقانون رسمي الأثمان ديالو محددة، راه كيخضع لواحد المجموعة ديال التحاليل اللي تفوق هذاك الثمن الذي تستخلصه الدولة بعشرة المرات. التخوفات أخرى، هو كاين الناس اللي كيقول لك يمكن أنا ندي شي مرض أو نتعادى من شي حاجة. حنا كنقدروا نضمنوا لهم بأن الوسائل المستعملة من أجل جمعية التبرع مؤمنة 100%، الأجهزة معقمة، الأدوات معقمة، المستهلكات كاملة معقمة. الله يبارك فيكم وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم، معكم يسرى الحياني، رئيسة جمعية لمسة خير بمدينة طنجة. كنتواجدوا اليوم بمركز تحقن الدم بمدينة طنجة من أجل واحد المبادرة إنسانية جميلة جدا. هذه المبادرة اللي قامت بها جمعية لمسة خير بتنسيق مع جمعية نقاء للتنمية والتضامن تحت إشراف المركز الجهوي لتحقن الدم. الهدف من هذه المبادرة هو أننا نشر الثقافة ديال التبرع،
والحمد لله كانت مبادره ناجحه بامتياز. جاو بزاف ديال الناس باش يتبرعوا، وهذا نداء كنوجهه لجميع الناس على انهم يجوا يتبرعوا، لان كاملين بينا عندنا في العائله ديالنا ناس مراطين اللي هما محتاجين للدم. وكيف ما كتشوف يعني مركز واحد في مدينه طنجه ماشي كافي باش يشد الخصاص ديال هاد الناس. كنتمنوا ان الناس يقبلوا على هذه المبادره ويجوا يتبرعوا بكثافه. والتبرع بالدم فهو تبرع بالحياه لشخص اخر، وهذه المبادره عندها صراحه بزاف ديال الميزات لا بالنسبه للمتبرع لا بالنسبه للمتبرع له. فكنتمنوا انه يعني الثقافه ديال التبرع تستمر، وكنتمنوا ان هذه المبادره تكثر في مدينه طنجه. ومشكور يعني المركز تحقن الدم، مشكور على المجهودات اللي كيقوم بها داخل المركز باش انه يوفر الدم سواء للمرضى، وايضا كيفتح يعني الابواب ديالو في وجه جميع الجمعيات وفعاليات المجتمع في مدينه طنجه. وكنشكروا ايضا الجمعيتين المساهمتين والمنظمتين لهذا الحدث، وكنقول لكم كونوا بكثره في الابواب ديال المركز مفتوحه ان شاء الله اليوم وغدا ابتداء من 10 الصباح لغايه الثالثه زوالا. فكونوا كثار واجيو تبرعوا، وكيف ما كنقول دائما التبرع بالدم فهو تبرع بالحياه لشخص اخر. السلام عليكم. شنو قلتي لي؟ طبعا كاين اصدقاء ديالنا والعائله ديالنا والاخوان ديالنا من بعد ما شافوا لانونس باغ فيسبوك جاو تهما وشاركونا هذه المبادره، فالله يجازيهم بخير. كل واحد ضحى بالوقت ديالو بالعمل ديالو بالمجهود ديالو، فهو جا باش انه يتبرع وينقذ حياه شخص اخر. فهذه قيمه ديال التطوع ماشي كل واحد كيمتلكها. مرحبا. السلام عليكم، معكم حسام الذكوري نائب رئيس جمعيه نقاء للتنميه والتضامن. كنتواجدوا اليوم هنايا في مركز ديال تحقن الدم طنجه. هذا النهار هذا خصصنا حمله التبرع بالدم اللي قامت بها جمعيتين في مدينه طنجه اللي هي جمعيه نقاء للتنميه والتضامن وجمعيه لمسه خير. نظرا للخصائص اللي كيتواجد في مدينه طنجه بالنسبه لنا الماده الحيويه او لا نسميوها ماده الحياه، كيعرف مدينه طنجه كتعرف خصائص كبير في هذه الماده هذه. خصصنا هذا اليوم ان شاء الله وباقي النهار ديال الغدا. كنتمنوا من ساكنه مدينه طنجه انهم يلتحقوا بنا في المركز ويقدموا التبرع ديالهم نظرا للخصائص والناس اللي كت بحاجه لهذه الماده هذه. كاين استجابه من عند المواطنين لهذه المبادره؟ طبعا الحمد لله كما لاحظنا اليوم كاين استجابه كبيره، كاين الناس لبس النداء من خلال الاعلان اللي عملناه في فيسبوك، لا من جمعيه ديالنا اللي هي جمعيه نقاء ولا من جمعيه لمسه خير. مشكوره على هذه المبادره هذه اللي قامت معنا بها اليوم ان شاء الله. كاين الناس كيتوافدوا على المركز ولبوا النداء بكل اريحيه. شنو هما المبادرات الانسانيه اللي كتعملوا في جمعيه نقاء للتنميه والتضامن؟ شنو هما المبادرات اللي كتعملوا بحال مثلا؟ دونك بالنسبه لجمعيه نقاء كانت اول حمله اللي هي عندها اول بعد التعريف ديال جمعيه نقاء لان هي حديثه الولاده في مدينه طنجه. دونك اعضاء ديالها اللي هما شباب مدينه طنجه، اول عمل اللي كان هو اللي هي حمله الدفء اللي كان في شهر هذا الشهر اللي فات. دونك من خلالها قمنا بتوزيع 100 قفه بالنسبه للعائلات المحتاجه في منطقه شفشاون، وقدرنا نوفروا 100 قفه وملابس بالنسبه للعائلات اللي هي محتاجه تما. وكاين مبادرات اللي هي كتكون اسبوعيه بالنسبه لدراكم في البل، كيتم من خلالها توزيع 100 وجبه كل اسبوع بالنسبه للاشخاص اللي دون ماوى. شنو هما المبادرات ديال المستقبل ان شاء الله؟ كاين مبادرات اللي هما في طور الانجاز ان شاء الله باذن الله. من خلال اول حاجه بالنسبه لشهر رمضان ان شاء الله مقبل، كاين مبادره اللي هي كندرسوها دابا من خلال توزيع ديال قفات رمضان، وكاين ان شاء الله العيد الاضحى العيد الصغير، وان شاء الله الخير باقي ما يجي القدام. تبارك الله، شكرا بزاف. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.